الناس بتطردك. انا اصلا انت يعني بطلت تنزل صور على السوشيال ميديا، انت خطبتك خالص شلت كمان، فعشان كده فعشان كده الناس قالت ان انت بتنهي العلاقه. كنت حاطط 4 صور بس انا وهي، صوره في عيد ميلادها، انا نزلت صوره في عيد ميلادها بس انا عشان مسجل في علاقات عندي عندي سجل عندي تاريخ بمديريه العلاقات فايه فاول ما نزلت اول صوره الناس بصي ما شفتش كده في حياتي، ما شفتش كده بجد. قعدوا بقى واهم 10 اخبار عن علي، عشان كان بسرعه قوي بعد يعني الوقت بين، كنت عديت العده معلش بس الوقت الوقت بين الحد والحد قليل قوي. قليل على ايه؟ على استيعابك ولا على استيعابي انا؟ على ان انت تقابل حد تاني وتحب تاني. لا ما انا من الوقت كان كبير قوي لما حطيت بقى صور خطيبتك. لما حطيت صور مع خطيبتي الناس بقى ايه، وقعدوا بقى لقيت الموضوع كبير قوي. ليه؟ ما ناس كتير قوي بتعمل. انا قلت لها كل سنه وانت طيبه وستوري مش عمل مشاكل بينكم الموضوع؟ عمل مشاكل بينا كتير جدا جدا جدا. هو انا عايز اقول لك حاجه لسه اخر، هي ممكن علاقتك تبقى بتبوظ برضه من المشاكل بتاعه الناس. بعت لها مسج ناس، واحده حد بعت لها مسج بصورتي وانا في مكان انا كنت معاها باللبس، ولقيت رحت عشان انام ساعات منهم، قالت لي انت رحت سهرت في مكان؟ قلت لها ما بنسهرش في مكان. قالت لي صورتك اهي، صورتي من 3 سنين بس كنت لابس نفس البتاع بس بنطلون كان مختلف. قالت لي لا بجد او مصعب. ناس بتعمل مجهود يعني، انا نفسي اعرف واحد حد. لا وهم عرفوا ازاي انك اليوم ده كنت لابس كده؟ معرفش. حد مراقبك يعني؟ معرفش. لا انا حد. المهم ايه يعني ازاي يعني لابس حاجه النهارده يعني خالد يبقى لابس كده مثلا يروح يقول لمراته في صوره من 3 سنين كنت لابس نفس اللبس؟ لابس عينيك ماشي ده في مكان بقى السهر مش هيبان قوي. لابس بنطلون اسود، بنطلون اسود بس بسوسته من هنا هنا يعني في توقيعات لسه وحاجات؟ لا لا ده ديلي، ده شغال لي يوميا، انا مواظب عليهم. بقول لك 3 ايام في الاسبوع. انت لو لا قدر الله انت وخطيبتك سبتوا بعض ده هيبقى؟ لا مش هسيب بقى. عشان ليه؟ عشان احنا بيربطنا حاجات تانية في الشخصية. عمري ما كنت في حياتي بعمل كده. انا عمري ما حصل لي كده. ايه بقى؟ عمري ما حصل لي ان انا ابقى مع حد مش ما بنعملش شو. احنا لنفسينا، احنا بننبسط لنفسنا. هو ده اللي كنت اقول لك عليه. بالنسبه لايه فكره ان الناس تستقر مع بعضها ويفضلوا مكملين، هي النقطه دي. مبقاش في شو، لازم الناس تبقى حقيقيه من الاول كل حاجه. بس احنا مفيش حد فينا بيقصد يعمل شو، هو احنا بنكبر على الشو. بتجمل، ما انت لو اتجملت من الاول هتتجمل عشان تبقى اللي قدامك ينبهر. لا يعني لو انا نفسي انزل صوره انا وجوزي مثلا ما ببقاش قصدي خالص ان انها تنتشر في كل حته، ببقى عايزه انزل اقول له كل سنه وانت طيب، ابقى مش عارف. لا انت ما بقتش اعمل كده خالص. خلاص ما دي ضريبه تنزلي تاني. الشهره بتندهك. بقولك ما بقتش انزل من كتر ما هو بقى بيتضايق وانا بتضايق والصور بتتحط مش عارفه فين. وبعدين انا 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 مش شخص كمان من اللي هو بقى خدت عين وخدت الحاجات دي. يعني ايه اللي مخلي العلاقه دي قويه؟ خلي العلاقه دي قويه ان احنا ان التوقيع ده مش أولاً نافع فيها. اولا انا مفاهيمي كمان عن الست وعن بتاع بقت مفاهيم متطوره اكتر واحسن. ناضجه اكتر اكيد، انت كبرت. ما بيحددنيش مظاهر الست الخارجي، هي لابسه ايه او عامله ايه. يعني أو انت كنت في الاول بتدور على الست الحلوه؟ زمان كنت ادور. بس خطيبتك حلوه يعني. زمان كنت جدا. زمان كنت ادور على الست المحجبه، ادور على الست المحجبه وبعديها ادور على ست، وفي المرحله الثانيه صور ادور على الست الحلوه. بس عمري ما ببص على الشخصيه، ببص على الاطار اللي بره اللي هو اصلا مش موجود. يعني زايل اصلا، ومش حكايه زايل ده ما بيعبرش عن اي حاجه جوه. مش هيعيش معاك. ياما محجبات كويسين وياما محجبات مش كويسين، وياما ناس بشعرها كويسين وياما ناس بشعرها مش كويسين. اللي بتقدر تعرفه كنت بتبص على المظهر مش الجوهر يعني. بالظبط بالظبط. ده مش معنى كده ان وبعدين خلينا برضو نقول ان هو مش قصده كويسين. لا هو ممكن مش قصده كويسين مش كويسين في الاشخاص، مع احترام لكل الناس اللي كان يعرفهم قبل كده. هو قصده كويسين ليه. ايوه بالظبط، مناسبين ليه، عشان محدش يقول لك انت طلعت قلت مش. لا انا ممكن اكون انا كويس وحضرتك كويسه بس احنا الاثنين مع بعض مش نافعين. ده شيء معروف جدا يعني والناس كلها عارفه كده. فانا مش معنى. فانت ايه بقى اللي مناسب انتوا الاثنين مع بعض؟ انا دلوقتي دلوقتي بشوف. بص كل ما اتكلم يبتسم. ايه ده؟ شفتوا اللي كان انا كل ما اقوله ايه اللي كويس بينكم يروح مبتسم. قول 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 والله العظيم انا هروح ماسك الاكل اسيب كده. ايه؟ لا ده حب بجد. قول ايه ايه بقى؟ بصي بشوف انا
انا بشوف نجاحي في عينيها. لا انا بحس من الصور وكده ان انتوا بتحبوا حاجات زي بعض. هي برج الاسد وانا برج الاسد. واحنا الاثنين ناريين جدا يعني في الخروجات. بحس حاسه انكم بتحبوا نفس الحاجه. لا انا بقيت احب الحاجات بتاعتها. انا بحب حياتها يعني. انا رحت حياتها عجبتني. اوكي. عرفتك على حياه جديده. عرفتني على حياه اللي هي فيها ايه بقى؟ اللي هي بقى فيها حاجات كتير جدا. فيها ناس طبيعيين جدا وعاديين مش بيمثلوا. مش بيمثلوا. حقيقيين جدا. بيخرجوا مع بعض. اللي عايز يخرج مع التاني يخرج. اللي مش عايز يخرج ما يخرجش. محدش بيقول لحد كلمه هو مش عايز يقولها. حياة سهلة. في الحياة. حياة سهلة. حياة الفن بطبيعة ان انت ممكن تبقى نازل حزين جدا وناس حد يقابلك فتهزر معاه. فلازم انت تبقى دايما متكلف. متكلف وعامل وش. انا بقولك حياة سهلة. حياة متصالحة مع نفسها. الناس اللي بقى الناس في ناس الناس الحقيقيين اللي هم صحاب مع بعض كده مش بيجمعهمش اي شيء او اي عمل او اي منافسة. لزاز بيضحكوا بضحكه لما بيضحكوا. ايوه. ايه اللي خلى لما ده اخر سؤال قبل ما اجيب وائل. ايه اللي خلى هو وائل خلص كده كده وائل مش هينفع لانه كبر بس. لما يبقى ايه اللي خلى لما حصل توقيع انها تصدقك وان العلاقه تفضل قويه؟ ابتسم ووصل السقف الاول. لا مش عشان انا كويس يعني. ان البنطلون القديم ما كانش فيه سوست. طب احلف اثبت لها بالبنطلون بس ان ما كانش فيه سوست والتاني كان فيه سوست. الستات لا. الستات لا. الستات ما فيش يوم مرحبين. لا يعني هي معاك بتهزر ولا بتتكلم جد؟ متفقين مع بعض يعني. مش ثقه فيك انك فعلا طلعت لها البنطلون من غير سوسته؟ ثقه في السوسته. انا بقول لك ايه انت اكتبي على جوجل احمد سعد. انا مش محتاج تسالي عليا. السوسته مش السوسته. انا كنت من الناس اللي بقول هو فنان شكله بيضحكوا ليه بقينا احنا. ضحكني بجد. لا بس خلاص بقى استنى بس. طلعت البنطلون بالسوسته اتكسفت بقى ولا ايه؟ عرفت ان في حد بيوقع. عرفت ان في حد بيوقع يعني. وانا اتعلمت برضه لما اخرج ما البس نفس البنطلون. اخد بنطلون تاني معايا. خدت نفس وانا خارج اخد بنطلون ايه؟ بس بقى خلينا حلقة باظت صحيح. طب وائل نشوف وائل. طب هتتجوزوا امتى بجد؟ قريب والله العظيم. والله العظيم هتيجي الفرح؟ والله العظيم هتعمل فرح؟ هتعمل فرح؟ ده أول مرة هيبقى أول فرح أعمله في حياتي. وهي هي أول مرة تتجوز؟ 36 مرة ما عملتش فرح. أول مرة تعمل فرح هي؟ هي أول مرة كانت تتجوز. أول مرة تتجوز في حياتها؟ بجد؟ لا واقع. ايه ده انت هتخلف برضه تجيب بيبيز وكده؟ مش عارف بقى دي بقى. ان شاء الله. ان شاء الله.